بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. ثم أما بعد، سوف نتطرق في هذه المحاضرة إلى شرح الجنرال فارماكولوجي. سوف نقسم هذه المحاضرة إلى 7 محاور رئيسية. أولا الديفينيشن وفارماكولوجي، ماذا يعني فارما؟ أولا الفارماكولوجي ماذا تعني كعلم؟ في هذا المحور سوف نتطرق إلى 3 من التعريفات. أولا لغة ماذا يعني فارماكولوجي واصطلاحا، وكذلك الدواء وفروع الفارماكولوجي. في المحور الثاني سوف نتطرق الى التايب اوف دراجز اكشن، يعني العمل الدواء، معنا 3 انواع من اعمال الدواء. والمحور الثالث سوف نتطرق الى الروت اوف ادمنستريشن، يعني الطرق لتعدي الدواء. وكذلك في المحور الرابع سوف نتطرق الى الميكانيزم، اي سؤال عن الاجابه عن سؤال كيفيه عمل الدواء او كيفيه الاكشن للدواء. وكذلك هنا في المحور السادس او المحور الخامس سوف نتطرق الى التايب اوف ريسبونس، هنا انواع الاستجابه كيف بتكون. معنا عده انواع استجابه، استجابه بتنتج لنا او تعالج السبب الرئيسي لهذا الباثولوجي او الباثوجينز، واستجابه لا تعالج. كذلك عندما يتحد الدواء بالريسبتورز الخاص به بيعمل لنا ريسبونس. هنا على ماذا يعتمد؟ بيعتمد على نظريتين، وهما الإكوبيشن والريت. في المحور الأول، نرجع إلى المحور الأول. أولا فارماكولوجي. الفارماكولوجي إصطلاحا أو لغة تعني مصطلح مشتق من كلمة لاتينية أو كلمة إغريقية تعني فارماكون أو دراجز، دواء أو سم، دواء أو سم. فهنا لما نأتي نتحدث عن الدواء نجد أنه مادة سامة، مادة سامة إذا أفرط المريض في استخدامها ممكن يؤدي إلى الوفاة. فالمصطلح الثاني أو القسم الثاني من هذه الفارماكولوجي لوجي، أي ساينس. الساينس معنى علم، أن هذا العلم بيدرس لنا تأثير الدواء على الجسم بطريقة مرتبة. لما نتطرق إلى علم أو لوجي، هذا تعريف الفارماكولوجي لغة. الآن اصطلاحا الديفينيشن للفارماكولوجي اصطلاحا، ويعني دراسة تأثير المواد الكيميائية على الفنكشن لللايفينج سيستم، أي هنا يؤثر على الوظائف. هذه مواد كيميائية، تركيب لها تركيب كيميائي تؤثر على الوظائف الحيوية أو وظائف الأعضاء، يعني تعمل لها ديكريز أو إنكريز، ترفع لها الدواء أو تخفضه. فهذا الفارماكولوجيا أو علم الفارماكولوجيا تعريفه. أما الدراجز فهي العوامل الكيميائية التي تؤثر في العملية الحيوية، بتعمل إنكريز أو ديكريز في الوظيفة المتواجدة، لكن لا تخرج أي وظيفة. فرضا هنا معنا القلب، فالدواء الذي يرفع لك ضغط الدم أو يخفض ضغط الدم، يعني وظيفة القلب هو ضخ الدم. يا اما بيكون دواء بيعمل تراكي كاردييك او براكي كاردي، لكن لا يجعل القلب يتنفس او يجعل الرئتين تضخ الدم او يجعل الانف تمضغ الطعام او تجعل الفم تتنفس او تصفي الهواء. فهذا تعريف الفارماكولوجي وكذلك تعريف الدراجز. ففروع الفارماكولوجي، هناك 3 علوم فرعية للفارماكولوجي، وهي الفارماكوديناميك والفارماكوكينيتكس وكذلك الفارماكوثيرابيوتكس. فكل فرع مختص بشيء من فروع الفارماكولوجي. الفارماكوديناميك هنا يختص أو يصف ماذا يعمل الدواء للجسم، ماذا يعمل الدواء للجسم أو ماذا يعمل الدواء للجسم أو الحركية للدواء. الفارماكوكينيتكس الحركية للدواء. الفرع الثاني الفارماكوكينيتكس، هنا ماذا يعمل الدواء او ماذا يعمل الجسم للدواء، بيعمل حركيه. والفارماكوثيرابيوتكس الذي يشرح او يهتم بيدرس الدواء المناسب لعلاج هذا المرض. فالفارماكوديناميك هنا يصف ماذا يعمل الدواء للجسم، بتضمن لنا 3 اشياء. اولا التغيرات الفسيولوجيه والبايوكيمستري، أي لما أقول فسيولوجي هنا إشارة إلى الفنكشن،
تأثيرات يؤثر على الوظائف، بينما البايو كيميكال هنا تؤثر على الستركشر، تأثيرات تغيرات في الستركشر وبذا أورجان، وكذلك الميكانيزم اوف اكشن وكذلك سايد اوف افكت. هذا الفارماكو ديناميك. فالفارماكو كينيتكس يعني ماذا يعمل الجسم او ماذا يعمل الجسم للدواء. هذا يعمل الجسم للدواء، اولا نفهم معنى كينيتكس. كينيتكس هنا حركة توزيعية، يعني الجسم بيعمل للدواء حركة توزيعية. فهذا العلم يصف لنا ماذا يعمل الدواء للجسم، بيتضمن لنا ثلاثة أشياء: أولا absorption، ثانيا bio transformation، ثالثا excretion. وهنا تختلف absorption أو تختلف الآليات أو تختلف الأشياء الذي يعملها الجسم للدواء من حيث الروت، تختلف من الروت إلى آخر. فرضا هنا الفموي، عندما تعرض الدواء عبر الفم، فهنا يكون absorption وين؟ في small intestine. بينما إذا كان الدواء sublingual فبتكون الامتصاص عبر الشعيرات اللي توجد تحت اللسان. كذلك بايو ترانسفورميشن هنا الميتابوليزم او النقل التشكيل الحيوي، وكذلك الاكسكريشن اخراج. كما قلنا فيما تطرقنا فيما قبل ان الدواء هو مادة سامة، لذلك ضروري ان الجسم يستخلص منها ويخرجها الى خارج الجسم لانها مادة سامة. فالابسوربشن اول شيء يعمله الجسم للدواء absorption امتصاص، وبعدين distribution من البلازما الى التيشو، من التيشو الى البلازما، وكذلك ميتابوليزم في النسيج، وكذلك elimination او excretion او output. هذا الفرع الثاني من فروع الفارماكولوجي. الفرع الثالث وهو الفارماكوثيرابيوتكس، هذا بيصف لنا يعني تناسب الدواء او الدواء المناسب لعلاج او لعلاج المرض او منع المرض. هذا المحور الاول، المحور الاول في هذه المحاضره. نتطرق الى المحور الثاني وهو تايب اوف الدركس اكشن. لدينا ثلاثة انواع من الاكشن للدركس. هذا اولا اما بيعمل لنا لوكال او لوكالي او توبيكالي اكشن اوف درج، بيعمل لنا تاثير موضعي او اكشن لوكال اكشن، والثاني سيستميك، والثالث ريفلكس. فاللوكالي هنا يؤثر على العضو، يعني اذا وضعنا الدواء في عضو معين يؤثر على العضو فقط، لا يؤثر على جهاز كامل او الجسم كامل. فرضا هنا حق الايس او الدروبز اوف ايس او الاير، هنا تعالج العين فقط لا تعالج الجهاز العصبي كامل. وكذلك الدروب اوف ذا اير تعالج العين، الايس تعالج العين. وكذلك هنا في اذا كان تواجد لدينا جرح او مرض في الجلد، مرض جلدي، ناخذ الدواء بيكون تاثيره توبيكالي، فبيعالج المنطقة اللي بتواجد فيها المرض، يعني لا يعالج السكين كامل، بينما يعالج او العضو السكين كامل، بيعالج منطقة الجرح أو منطقة باثو. النوع الثاني، نوع الأكشن الثاني سيستميك، هنا يؤثر على النظام كامل أو بيؤثر للجسم كامل. فهذا الدواء نوع من أنواع الأكشن أوف دراجز، بيكون بعد الأبسوربشن، بعد ما نعمل الدواء الأبسوربشن، إذا كان فرضا إذا كان أورال بيكون امتصاص قبل السمول إنستاين، أو إذا كان بريفرنت بيكون امتصاصه عبر الأوعية الدموية، وبيختلف من روت إلى آخر. أبسوربشن بعدين نقله إلى الدم، إلى البلازما الدم، وبيحمله حامل أو ناقل في الدم نسميه ألبومين. الدم ينقله إلى الأنسجة أو إلى مكان تأثير السيستم، وأغلب الأدوية بتعمل لنا في السيريبرال وفي برين في المخ، ثم نقله الى جميع يعني انسجه مختلفه. فرضا هنا دواء في المتعاضه كما قلنا في الريكتال او الاورام، نعمل امتصاص عبر الاسمول انتستاين، من الاسمول انتستاين الى الدم، يحمله ناقل اسمه البومين،
ننقله إلى السايت أوف أكشن أو موضع تأثير الدواء، وبعدين إلى الأنسجة المختلفة بموضع تأثير الدواء، وبعمل الأكشن حقه. النوع الثالث من الأكشن هو الريفلكس. هنا رد الفعل. الدراجز يؤثر على موقع معين. فرضا هنا أو مثال الدواء الذي متعاطي صب في السبكتونياس إنجكشن. هذا الدواء يحفز النهاية العصبية لحق الإحساس. إيش بيعمل؟ يحفزه إلى أو يحفز السنترال حق الريسبتور حق التنفس لكي يتنفس. فهنا بيعمل على الريفلكس الأكشن، هذا الريفلكس. هنا الثلاث الأنواع the type of action. ننتظر إلى المحور الثالث وهو route of drugs administration. لدينا عدة route. فرضا هنا في الانترنال أول طريقة internal، وهذه خاصة بالgastric small intestine gastric intestinal tract أو الجهاز الهضمي. في الانترنال لدينا ثلاثة أنواع من الانترنال. أولا oral route. في هذا المحور سوف نتطرق يعني لماذا ندرس الروت، لكي نعرف الادفانتج وكذلك الديز ادفانتج، يعني العيوب والمميزات لهذا الطريقة. فإذا اكتشفنا عيوب نحاول أن نستخدم طريقة معينة لتعاضي الدواء، تلاشي الأخطاء وتلاشي المخاطر، وكذلك إذا كان فيه مميزات كثيرة بيكون أفضل استخداما لهم. فرضا هنا في الأورال روت له عدة مميزات، اثنين مميزات، وهو أنه بيكون آمن بخلاف ما يكون بارنتال. أكثر المرضى يعني يعانون أو يشتكوا من لا يحبوا أن يتعاطوا الدواء بارنتال، فنعطيهم دواء بيكون الروت طريقة حق الروت. وكذلك أكثر الناس بيستخدم هذا الدواء يعني بيستخدم الادمنستريشن أو الروت ادمنستريشن أوف دراج، بتستخدمه أورال. الميزة الثانية أنه بيكون اقتصادي، يعني بيكون تكلفته قليلة. أما العيوب له الأبسوربشن بيتأثر بالفود. فرضا هنا الدكتور ينصح أو يحدد المريض أن يتناول الأدوية وصف يعني طبقا للوصفة والوجبات قبل الوجبة أو بعد الوجبة بين الوجبة، يعني يتأثر بالفوت. لا نستطيع أن يتعاطى المريض، يعني ملزم المريض أنه يتعاطى إما حسب وصف الدكتور، لأن الامتصاص لديه يتأثر بالفوت. وكذلك البيشنت بيكون ملزم أو ضروري أنه يستخدم هذه الطريقة إذا كان هنا. والطريقة إذا بعض الأدوية مثل الإنسولين تدمره الجاستريك أسيد اللي بتواجد في المعدة، فهذا الطريقة بتكون عيب في الأدوية التي لا تتحمل أو لا اللي بتكسره الجاستريك أسيد. وكذلك يمر بعد الأبسوربشن بالميتابوليزم، فهنا يحول الدراجز من إفكت إلى نون إفكت. هذه العيوب أو المميزات والعيوب لطريقة الأورال. الطريقة الثانية الانترنال سبلينجوال. هنا المكان تعادي الدواء في السبلينجوال بتكون تحت اللسان أو أندر تانكو، تنتشر وتمتص عبر الكابيلاري نتورك اللي تتواجد في تحت اللسان. الميزة لها أنها تحافظ على استقرارية الدواء. لماذا؟ لأن السلفة بتكون السلفة اللي بتواجد في الفم بتكون لا قاعدية ولا حمضية، يعني لأن الدواء بتأثر بالحموض أو القاعد لذلك يدمر. فهنا السلفة بتكون لا قاعدية متعادلة، فبتحافظ على استقرارية الدواء. والميزة الثانية أنه لا يمر عبر الـ 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 ال
ذلك لا يتحطم الدواء بواسطة الجاستريك أسيد، وكذلك لا يمر بالميتابوليزم التي بتعملها الليفر. فهنا طوى بيدخل أو بتحدث عملية الامتصاص في الشعيرات الدموية اللي تحت اللسان، ومن تحت اللسان إلى الدم، ومن الدم إلى القلب، ثم إلى السايت أكشن. والأخير الميزة الأخيرة أنه بيكون ذات تأثير سريع. لماذا؟ لأن امتصاصه بتكون طريقة الامتصاص سريعة إلى الدم. هذه المميزات الأربع. الديز أدفانتج لطريقة السبلينجوال، أولا هي بتكون محدودة لبعض الدوز، يعني الجرعات صغيرة جدا، الدوز ضروري تكون جرعات صغيرة جدا وكذلك محدودة. وثانيا إن هي محدودة لمرض معين أو لدواء معين، يعني في أدوية للسكر لا تتعاطى في السبلينجوال، يعني الدواء معين. والعيب الثالث فيه انه اذا ابتلعنا هذا الدواء فان الدواء هذا بيفقد جزء منه في الدوز. النوع الثالث من الروت في الانترنال وهي الريكتال، له اربع مميزات ادفانتج وكذلك اربع عيبين. المميزة لدي انه لا يمر بالجاسر يعني بالمعدة، وكذلك لا يدمر بواسطة الجاستريك أسيد، وكذلك لا يمر بالليفر، فما بنعملش ميتابوليزم. والميزة له أن إذا في شخص يعاني من فوميتينج من الدواء فبنستخدم هذه الطريقة لديه، وكذلك إذا كان الشخص في كوما غيبوبة فيخطر هناك طريقة خطيرة إذا تعطينا الدواء عبر الطريقة هذه أورال أو عبر الأورال أو السبلينجوال، فهنا يمكن هي تسد لنا مجرى الهواء فبتعمل لنا مشاكل، لذلك نغير الطريقة إلى ريكتال. العيبين وهما أولا أن الدواء بيكون طريقة تعاد الدواء بيكون طريقة محرجة للمريض، لذلك لا تتعاطاها. والعيب الثاني أنها تعمل تهيج للميوكوسا حق الريكتال. هذا العيبين في الادفانتج او الروت اوف ذا ريكتال. الطريقة الثانية وهي بارنتال اللي بتكون انجكشن. فلدينا ثلاث انواع من طريقة الانجكشن، وهما انتر موسكولار والانتر فاينس وكذلك سبلينجوال. فهذه بتكون سريعة جدا، هذه الطريقة البارنتال بتكون سريعة جدا للامتصاص، وكذلك بيكون تأثيرها سريع. والطريقة الثالثة أو الرابعة إنهاليشن الذي هو عبر التنفس. لديه أربع، هذه الطريقة لديها خمسة مميزات أو ستة، ولديها ثلاث عيوب. أولا هي بتكون الدواء الذي متعاطيه عبر الإنهاليشن الذي بتكون أغلب الدواء لعلاج مرض الرب بتكون عبر التنفس، فهذا الدواء بيكون غاز، وكذلك بيكون سهل الامتصاص أو سريع الامتصاص عبر تبادل ذرات الأكسجين والثاني أكسيد الكربون في الفيولاي لللنج. فهنا بتكون سريع الامتصاص، وإذا كان سريع الامتصاص بيكون سريع التأثير. وكذلك يعالج المريض الذي بيكون عنده اللي بتكون عنده مشاكل في الريسبيراتوري والتنفس، وبيكون تأثيره بيستخدم هذه الطريقة للأدوية اللي بتكون لها تأثير موضعي في اللانجز. أما العيوب لهذه الطريقة بتكون أنها تختلف في بعض المرضى، يعني تنظيمها الدوز لديها بتختلف من مريض إلى آخر حسب التنفس لديه. وكذلك عند المرضى الذين لديهم صعوبة في التنفس، فهنا بتكون عيب هذه الطريقة أنها لا نستطيع أن نتعاطى هذا الدواء في هذا النوع من البيشن. النوع الرابع وهو التوبيكال. التوبيكال هنا بيكون موضعي كما تطرقنا فيما قبل، أنه يعالج لنا
العضو المحدد الذي وضع فيه الدواء فقط. فرضا هنا عند التهاب العين أو عند الألم الأذن، فنعطي البيشن دروبليز قطرات تعالج لنا هذا تعالج هذا البروبلم، وكذلك في السكين وكذلك في الآير. الطريقة الخامسة ترانس درمال، هنا هذه الطريقة لاصق نلصقها في الدرم أو السكين، تنتقل عبر طبقات السكين ثم إلى الكونكتيف تيشو، الأوعية اللي في الكونكتيف تيشو اللي تحت السكين، فتمتص عبر الأوعية، ومن الأوعية بيحمل عبر ناقل اسمه ألبومين ثم إلى سايت أوف أكشن. هنا قد يكون تخلصنا أو شرحنا المحور الثالث وهي الروت أوف أدمنستريشن أوف دراج، فنتطرق إلى الميكانيزم أو كما قلنا الميكانيزم هنا إجابة عن السؤال كيفية تعدى أو كيفية عمل الدواء هذا. فإما بتكون فيزيكالي أو كيميكالي. فيزيكال هنا بتؤثر لك بالعوامل الفيزيائية كالضغط كالحرارة الحركة، فهنا بيكون عمله فيزيكالي. فرضا هنا ضرب لك مثال للأبسوربشن أوف كاولين إن ذا دياريا في الإسهال، أو كيميكالي عندما نقول كيميكال فهنا يشير إلى التفاعلات الكيميائية التي بتحدث بين الدراجز، فبيؤثر لنا تأثير كيميائي عبر النيورو نيورو ترانزليشن، وبيؤثر على الصوديوم والكالسيوم الذي تتواجد في الإند. الطريقة الثالثة أو الميكانيزم الثالث بتكون عمله عمل إنزيمي. الإنزيم بذاته يسرع التفاعل، بيعمل لنا اكتيفيشن أو إنهبيشن، وكذلك intervenes with the normal metabolic pathway، يعني بيعمل لنا تأثير أو زيادة في الميتابوليزم أو نقصان في الميتابوليزم. فإذا أثرنا يعني عمل تأثير في الميتابوليزم فهنا يؤثر على العملية الحيوية. فمن نواتج الميتابوليزم أولا HTB والماء وثاني أكسيد الكربون. فإذا استخلصنا HTB بتكون الطاقة يعني الفائض أو الطاقة الكامنة في الجسم بتكون كبيرة. وكذلك إذا كان إذا كان اكتيفيشن، وكذلك إذا كان انهيبيشن نحن نقلل من إنتاج HTB، فبتكون تطبيض لأعمال أعضاء الجسم. أو انترفيرس للسيل ديفيجن أو الانقسام الخلوي مثل الأنتي كانسر دراكس. هنا أدوية كيميائية تؤثر على السيل ديفيجن أو تقلل من السيل ديفيجن. فنضرب مثال هنا، الدواء هذا اللي دخل عملنا عملية الأبسوربشن ثم ديستريبيوشن إلى جميع أعضاء الجسم، فوصل إلى كل خلية من خلايا الجسم، هنا يستقبل المستقبل الخاص به، فبيعمل لنا انبط إلى النيوكلياس. كما قلنا أن النيوكلياس هنا البرين هذا أو النيوكلياس بتعمل أوتبت، بتعمل الاستجابة المعينة، فبتقلل لك الريبليكيشن الار ان ايه وكذلك ترانسكريبشن الار ان ايه كي تخفف من السيل ديفيجن. كذلك الاكشن اوف سيل مبرين، كما قلنا هنا ان الريسبتورز او الريسبتورز الدواء بيتواجد في عين في السيل مبرين، فبيعمل لك تاثير على السيل مبرين، وكذلك بيؤثر على الريسبتورز نفسه. هذه الميكانيزم اوف اكشن للدراجز. نتطرق الى المحور الثالث او الخامس اللي تايب اوف ريسبونس. هنا الدواء انواع الادويه او انواع الاستجابه للدواء. اولا اذا فهمنا الفيسيولوجي او الهيموستاسيس اللي بتكون في الفيسيولوجي نفهم هذه الاليه. فرضا هنا اعضاء الهيموستاسيس هما الريسبتورز، هذا اللي بيستقبل لك، وبتعمل سيال عصبي مسمي او انبات الى منطقة السنتر مركز الدمج
مركز الدمج بيحلل ويرصد المعلومات لكي يحدث الاستجابة المعينة وهي الاوت بات. الاوت بات هنا يأمر الافكتورز، فالافكتورز بتعمل لنا ريسبونس، فهذه الريسبونس لها نوعين، يا اما بتكون ثيرابيوتيك يعني بتعالج لنا المشكلة اساسا، او نان ثيرابيوتكس لا تعالج لنا المشاكل. فالثيرابيوتيك ريسبونس بتكون بالليتف، اول نوع بتكون بالليتف يعني مسكنة او مسكنة للألم. الألم هنا بيكون نوع من أنواع الاستجابة أو تخفض الحرارة. فرضا النظر مثال هنا، دخل ميكرو أورجانيزم إلى المعدة عبر تناول الطعام، فالريسبتورز اللي بتكون في المعدة رصدت لك هذا الميكرو أورجانيزم، فأنتجت سيال عصبي سميناه إمبات إلى الدماغ، إلى المركز في الدماغ. الدماغ أمر بخروج سيال عصبي مسميه اوت بات الى الاورجان. الاورجان هنا امر مفترضا مركز الدم امر بارتفاع الميتابوليزم، فاذا ارتفع الميتابوليزم ارتفع مستوى الاتش تي بي، والاتش تي بي هذا بيكون على شكل حراره، وهنا بترتفع درجه الحراره. هذا الدواء بيعمل بالليتف يعني بيخفف من درجه الحراره او يخفف كذلك من الالم، مثل المورفين اللي بيعالج لك الألم ويخفف لك من الألم. والنوع الثاني كوريتف، هذا بيعالج لك مشكلة أساسا، يقتل المسبب للمرض المايكرو أورجانيزم، فبيعمل لك يعالج الديسيز وكذلك الظروف اللي تحت، مثل البنسلين هذا الذي بيقتل الإنفكشن. النوع الثالث ريبليس بادي فلويد اوف اور سبكتونيوس، هذا بيكون احلالي يعني محل مادة كيميائية كانت في الجسم، مادة كيميائية مثل الانسولين. هنا الانسولين يخفض الجلوكوز، مستوى الجلوكوز في الدم، فاذا خلايا بيتا لم تنتج الانسولين فبنعطي الجسم الانسان انسولين ذات تصنيع خارجي اكسوجينيوس، فبيحل محل الانسولين الذي لا يعني لم تنتجه خلايا بيتا. فهذه الانواع، هذا النوع من الريسبونس اللي بتعمل لك او احلال، تعمل احلال بدل الدواء. وكذلك بيكون كيمو ثيرابيوتكس، هنا ادويه تعالج او ادويه تعالج كيميائيا، بتكون ريسبونس معالجه كيميائيه، مثل الادويه التي بتكون تعالج لك السرطان او الانتي كانسر. وكذلك النوع الخامس هي المقويات، بتقوي لك من المناعة الجسم وكذلك من صحة الجسم مثل الفيتامينات. هذا النوع الأول من الريسبونس والاستجابة، الاستجابة للدواء. أما النوع الثاني فهي كما قلنا أنها لا تعالج، لا ما بتكونش علاجية، بتكون نان ثيرابيوتكس ريسبونس، مثل السايد افكت الأعراض الجانبية التي مصاحبة للدواء وكذلك الحساسية. فلدينا نوعين من الحساسية، ميلد وبتكون يعني وسطية، وسط الحساسية، وكذلك بتكون حادة، حساسية حادة. والنوع الثاني من الحساسية بتكون إميتد أو دلاير. الإميتد يعني بيستمر دقائق معينة بعد دخول الدواء، أما الدلاير بتكون أيام وليس دقائق، بتكون من 7 أيام، من 7 أيام إلى 14 يوم بعد تعاطي الدواء. الريسبتورز أو المحور السادس في هذه المحاضرة هي الريسبتورز، سوف نتطرق إلى مفاهيم بتكون متخصصة بالريسبتورز. أولا الريسبتورز هنا ما إيش بتكون الريسبتورز، ما عملها، فعمل الريسبتورز هنا استقبال للهرمونات او الترانسميترز او التراكس، فلكي تحفز النوكلياس او العضو الذي يتواجد فيه هذا العضو الهدف اللي تمر، الذي بيكون هدف للدواء لكي يعمل الاستجابة المعينة. فهنا شبهنا الريسبتورز بالتراكس مثل المفتاح والقفل، الكي اند لوك. لدينا 5 مصطلحات متعلقة بالريسبتور، وهي واحد الأفينيتي والإفكسي
والأجونست والأنتاجونست والباراتال باراشيال أجونست. الأفينيتي هنا قدرة الدواء أو قدرة الدواء على اندماجه بريسبتورز لكي يحدث ريسبونس المعين. فإذا كان الدواء قدرته عالية في ارتباط بالريسبتورز فهنا يكون الأفينيتي عالي وكذلك بتكون الاستجابة عالية. والإفكيسي هنا قدرة بعد ارتباط الدواء بالريسبتورز هنا بيكون لنا دراج ريسبتورز كومبلكس معقد. فقدرته قدرته على إحداث الاستجابة المعينة إذا كانت قدرته عالية فنقول الإفكيسي لديه عالي، وإذا كانت قدرته منخفضة فنقول الإفكيسي لديه منخفض. الأكونستس هنا الأدوية عندما ترتبط بالريسبتورز إذا عملت إنكريز في الفنكشن أو عملت تغيرات أو سلسلة من التغيرات بتحدث إنكريز، فهنا هذا الدواء نسميه أغونستس، صنفنا هنا حسب ارتباطه بالمسبب. وكذلك أنتاغونستس إذا كان وسطي يعني في الصفر تدرك الوظيفة إلى الصفر أو منطقة الاستقرار. والباراشيال أغونستس بتكون it is أو بتكون الأفنت حقها الأفنت الأفينيتي والإفكيسي بتكون الأفينيتي بتكون مستواها مرتفع، أي قدرة الدواء الأفينيتي قدرة الدواء أو قدرة الدواء على ارتباطه بالريسبتورز هنا بتكون الأفينيتي لديه عالي. وكذلك الإفكيسي منخفضة، هذا بيكون بتكون هذه المصطلح الذي يعبر عن هذه الآلية وأن هذه الحالة بتكون باراشيال أغونست. هذا المحور السادس من هذه المحاضرة، ننتقل للمحور السابع وهي كمية الريسبونس. الاستجابة عندما بيرتبط الدراجز مع الريسبتورز بيكون لنا كومبلكس فبيعمل لنا استجابة. الاستجابة هذه بتعتمد على شيئين أو نظريتين، الإكوبيشن وكذلك الريت. نظرية الإكوبيشن هنا نظرية الإحلال أو عدد كل ما كانت عدد الريسبونس أو الريسبتورز عدد الريسبتورز الذي بتستقبل لك الدواء عالية كل ما كانت الاستجابة عالية. وكذلك إذا كان معدل الفصل الريت هذه نظرية الريت بتكون تعتمد على نظرية أو قابلية الانفصال والارتباط ارتباط الريسبتورز أو الدراجز مع الريسبتورز وكذلك الانفصال للدراج مع الريسبتورز. إلى هنا قد يكون إلى قد شرحنا تطرقنا سبع المحاور الرئيسية في هذه المحاضرة، فنتمنى لكم الاستفادة ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.